بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم، وجمعني الله وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. حياكم الله أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، مع برنامجكم المتجدد في كل يوم جمعة بمثل هذا الوقت. أسأل الله تعالى أن يرزقني التوفيق والصدق والإخلاص في القول والعمل. حياكم الله مرة أخرى، وأنا أستقبل الاتصالات والاستفسارات على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. فأيها الأحبة، مواضيعنا كثيرة حقيقة، والأسئلة التي تردنا كثيرة، وذلك بفضل الله تعالى علينا. أسأل الله تعالى أن يعيننا. فمن ضمن الأسئلة التي تردنا كثيرا أيها الأحبة، أسئلة تحاكي الواقع، أسئلة تبحث عن حلول لمسائل فقهية معاصرة تحتاج إلى تكييف فقهي معاصر، أسئلة كثيرة حقيقة. بعض الأحيان يحتاج طالب العلم أن يقف مع الله تعالى وقفة استنجاد ووقفة استغاثة ليفتح الله عليه من فتوحاته. والله يا أخواني لا أخفيكم، هذا الموقف الذي أنا فيه لا أحسد عليه. بعض الأحيان عندما أفتي أو أجيب على الأسئلة التي تردني، أقول السائل أخذ ضالته، أخذ جوابه، فإذا كان خيرا فالخير له، وإن كان غير ذلك فهو يعود علي. فأسأل الله تعالى أن يتجاوز عني، أسأل الله تعالى أن يغفر لي، أسأل الله تعالى أن يعفو عني، أسأل الله تعالى أن لا يبتليني بداء وأنا لا أعرف به ولا أستطيع أن أعالجه. أسأل الله تعالى أن يكون هذا البرنامج خالصا لوجهه الكريم، لا أبتغي به جاها ولا منصبا ولا رفعة بين الأقران. أيها الأحبة، موضوعي لحلقة اليوم حقيقة عنوان يحتاج إلى تفصيل، عنوان يحتاج إلى دراسة، عنوان يحتاج المزيد من البحوث والمزيد من الكتابات والمزيد من التعمق في هذا العنوان. أنا أحببت أن أتكلم اليوم إخواني عن عنوان أسميته الفقه الإسلامي بين الجمود والحداثة. الفقه الإسلامي بين الجمود والحداثة. هنا لا أقصد الفقه الإسلامي فقط، الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصيام وأبواب الفقه الأخرى، لا، بل أتكلم عن الفقه في الدين بصورة عامة. أتكلم عن الفقه في الدين بصورة عامة. اليوم الدين الإسلامي بين الجمود وبين الحداثة. ضاع الدين بين من يتعصب، وبين من لا يفهم النصوص، وبين من لا يكيف النصوص على الواقع، وبين من لا يستنبط النصوص من أدلتها الشرعية. وكذلك ضاع الدين بين أهل الحداثة الذين يتكلمون عن التجديد في الإسلام، ويجب أن يتجدد الإسلام، ويجب أن تتجدد الآراء الفقهية، ويجب أن تتجدد الأحكام الشرعية. نعم، نحن مع التجديد، ودائما نقول إخواني الإسلام يصلح لكل زمان ولكل مكان. الإسلام ليس فقط الحلال والحرام، الإسلام فقه، الإسلام حياة، الإسلام تجارة، الإسلام قراءة، الإسلام كتابة، الإسلام كل نواحي الحياة فيه إسلام. قلنا الإسلام حياة البشرية الإنسانية، بل حتى المسلمون إذا فهموا الإسلام فهما حقيقيا لساد الإسلام سيادة إنسانية، سيادة تكيف
إلى في الواقع ويعيش الناس كل حسب فكره وكل حسب معتقده. نعم، مع اتصال. تفضل أخي قصي. أم حسين تفضلي، حياكم الله. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا، أهلا وسهلا. شيخ بدون زحماني، عندي ولد أخوتي يعني اثنين مستحقين زواج. نعم. ووالدتي رادت تطلع عمرة أو حج، فقالوا لها ما يصير يعني تحجين أو تسوين العمرة إذا مو يعني تزوجين الولد يعني أحق. لا، ما في هيك شو من شروط العمرة أو الحج، يعني ماكو أختي من شروط العمرة والحج أن تزوج المرأة ابنها أو بنتها، لا ماكو هيك شروط يعني. ما يعني في شروط. تقدر عادي تطلع عمرة أو حج. تقدر يعني تطلع. أم هي شو تصير لهم أمهم؟ إي أمي، أمي هي. إي أمك يعني ذولا أخوتك يعني؟ إي هم أخوتي بس يعني مستحقين هم زواج اثنيناتهم. والله هي رايحة للعمرة قبل أمك؟ لا ما رايحة. لا إذا ما رايحة خل تذهب للعمرة، الله معاها وتخلي تدعينا. لو رايحة للعمرة كنت أقول لها تزوج الأبناء أفضل يعني أفضل. لا مو معنى ما رايحة. لا إذا خل تتوكل وما في مشكلة أبدا، والعمرة صحيحة إن شاء الله ومقبولة مقدما إن شاء الله. أشكرك شيخنا، حياكم الله، حياكم الله. نعم نعم نعم، مع اتصال. عبد الله تفضل. تفضل اخي عبد الله، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك شيخي؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. شيخي العفو، عندي سؤال شرعي. اي نعم، تفضل. شيخي انا بالنسبه لي الحمد لله واشكر ما ابي اي عاهه. نعم. تأذيت من الامريكان من الاحتلال، بس الحمد لله ما تأذيت اذيه جسديه. نعم. هسه حاليا اكو شخص جاي قال لي اقدر اسوي له راتب تقاعدي. نعم. قلت له شلون؟ عفوا الشيخ راح يصير فيها جلسة حتى تعرف. اي ماشي باختصار عبد الله، نعم. اي شلون يسوي لك راتب تقاعدي؟ يطلع لي نسبة عجل 100% او 70% يعني فوق ال 75% بفلوس. نعم. طبعا. نعم. وهذا هاي النسبة راح يستلمني عليها فروقات تقريبا يعني 10 ملايين او 15 ملايين هو ياخذها، يعني والراتب التقاعد يصير لي وهاي جائزه لو جائزه. وانت ما عندك هاي النسبه؟ عفوا شيخ شلون؟ نسبه العجز هذه ما عندك انت؟ لا لا ما عندي اي نسبه. اي لا والله اخي عبد الله جزاك الله خير انه انت تسال، انه ما اقدمت على الموضوع الا ان تسال. بما انه نعم. سالتني فاني اقول لا يجوز لك فعل أو هذا التصرف يعني أو هذا الفعل، ما يجوز أبدا يعني. جزاك الله خير. ما شيخ الكريم. جزاك الله خير. خير. لأسباب كثيرة، حياكم الله، حياك الله أخي عبد الله، بارك الله بيك على السؤال. نعم. نعم معي متصل. نعم. إذا إخواني أنا أطلبها من نفسي ومن إخوتي في طلاب العلم والمتصدرين للفتية. نعم. اليوم لا نريد أن نكون كأدعياء الغرب يدعون أنه تجديد الإسلام، ولكن التجديد في منظارهم أن تتخلى عن ثوابتك. لا، هذا مو هذا التجديد. التجديد هو الذي ننظر إليه ونطمح إليه وندعو له، هو أن المسائل الفقهية تجدد. هناك إخواني مسائل فقهية في كتبنا المباركة القديمة تحتاج إلى صقل من جديد، تحتاج أن تنضج من جديد، تحتاج أن تكيف إلى الواقع من جديد. ومسائل كثيرة اليوم مستحدثة، مسائل ربوية عندنا، مسائل مصرفية، مسائل الاقساط، مسائل البيوع الغير شرعية موجودة اليوم، وهلم جرا مسائل مستحدثة كثيرا اليوم، مسألة الزكوات في الاستثمارات، مسألة البرادات، يعني عندنا مسائل كثيرة مستحدثة اليوم تحتاج إلى تخريجات فقهية. نعم خرجت، نعم خرجت، ولكن هذا التخريج يعرفه العالم، يعرفه طلاب العلم. ما عاد الناس البسطاء يفهمون هذا التخريج ويفهمون معنى المسألة والجواب على هذه المسألة. موضوع الشراب البربيكان اليوم الناس داخل البربيكان هل حلال أم حرام، هذا اليوم كل هذه المسائل تحتاج إلى تخريجات، والشريعة الإسلامية تصلح
لكل زمان ولكل مكان ولكل متغير. الشريعة تصلح لهذا الأمر يعني. فيا أخواني نحن اليوم نحتاج إلى أن نخرج بعض المسائل الفقهية من الجمود، وكذلك لا نميعها، لا نجعل هذه المسائل تنبطح إخواني، بالتالي يذهب يعني مونة هذا الحكم الشرعي، خصوصا إذا كان الحكم الشرعي مستند إلى نص. فلا لا أنا ولا أكبر عالم يستطيع أن يتلاعب بهذا النص أو بهذا الحكم. أنا أقصد هناك مسائل من الممكن أن تخرج تخريج مناسب للناس. الأحكام المصرفية اليوم الموجودة هل من الممكن أن نجوزها للناس أو نبقى نغلق باب القروض؟ الحكومة لا تقبل، الفوائد لا تستغني عنها ولا ترفعها. هل هناك مسائل ممكن أو أحكام أو أدلة ممكن أن يعني يكون فيها مرونة؟ نعم، مع اتصال أختي مريم، تفضلي. أنا السلام عليكم شيخ. حياكم الله. وعليكم السلام، مرحبا. شيخنا أنا عندي سؤالين. نعم. سؤال أول، أختي تعاركت ويا زوجنا. نعم. وقال لها أنت طالق بالثلاث، فزالت مجدتي علينا، وبنفس اليوم راحت يعني جوا قرايب ورجعوها وقالوا أنت حامل فما يحق الطلاق، فشلون هي يعني؟ قالوا لها انت حامل؟ اي قالوا انت يعني حامل، ما يوقع على الطلاق. الطلاق يقع على الحامل وعلى في الحيض، ويقع عند الغضبان وعلى الخلاف الموجود. الطلاق واقع طلاقهم يعني، ولكن لا يعني قبل لا يرجع يا اختي لازم يسأل مفتي، صاحب تخصص، صاحب علم. ما يصير ترجع له أو هو يرجعها إذا مو عن طريق مفتي يعني. يعني موضوع مو موضوع عشائري ويجون يصالحوهم. نعم ربما تكون طلقة واحدة، هاي ثلاث طلقات يعني. هو مطلق قبل؟ لا هو بس هالمرة وقال إنها أنت طالب بالثلاثة. عموما يعني إحنا نتمنى أن يلتئم الشمل مرة ثانية. فإذا أراد المفروض هو الزوج يبحث عن مفتي، مو أنت ولا زوجته المفروض أختي. فهو الزوج إذا كنتم في مدينة فيها علماء فتذهبون إلى عالم، إلى إمام مسجد ذو علم مسند، ويعني ترجعون عن طريق فتوى، ما يرجع الحالة هكذا يعني. هسه ترجع لبيتنا لأن هي هسه زوجها يعني. المفروض يسألون قبل لا ترجع يعني، المفروض تسأل. مو عموما الزوج خليه يسأل، اتصلي بي. ماكو شيوخ يمنا؟ ماكو شيوخ؟ ماشي، أخذي رقم الخاص الآن، أخذي رقم الخاص، وإذا حبيتي تنطيه للزوج، زوج أختك، خلي يتصل بي إذا كان حريص على 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 تأدينه يعني، ويريد يشوف زوجته حلال لو مو حلال عنده، خلي يتصل بي، تبقين على الخط وتأخذين رقم الخاص، تنطيه لزوج أختك يعني. نعم، والسؤال الثاني بلد نعم. أحمد. نعم. على زكاة. لأنه إحنا عندنا مبلغ مال جامعين الأخوية حتى الزوجة. نعم. فهو بعد يعني إحنا ما مجمعين هواي، بس يعني بلغ عليه النصاب أكثر من 5 سنين، وما نقدر يعني إحنا راتب رعاية وما نقدر نمضي، فشلون يعني يوقع علينا الزكاة؟ لا هو شنو يعني، يعني أبوك وأمك ضامين هذا المبلغ لزواج ابنكم يعني؟ أنا أبوي متوفي وإحنا على راتب رعاية اجتماعية. نعم. يعني بلغ علينا النصاب أكثر من 5 سنين. إيش قد ممكن؟ إحنا قانينات. إيش قد المبلغ؟ ممكن أعرف؟ ممكن أعرف المبلغ إيش قد؟ إيه 3 ملايين. 3 ملايين. عموماً ما عليه زكاة إن شاء الله، لأنه إذا راح نحسبه على الذهب، وإن كانت الفتوى على الفضة، بس من باب أنه هو على الرعاية الاجتماعية والزواج أهم ويريد يتزوج، وخمس سنين وضامين 3 ملايين. يا أختي يا عزيزتي شو تنتظرون؟ زوجوا وتوكلوا على الله. عموما لا زكاة عليه إن شاء الله أخ، يعني إذا أصبنا على نصاب الذهب. شيخ علما أنه الزواجات يطلق
اتفقنا. فيعني احنا اظن يعني انه هذا اللي عليه الزكاة لانه ما يكفلنا هالسبب. ما دام للزواج ويريد يستعف به الرجل لا زكاة عليه يعني ان شاء الله. نعم. سمعت شيخنا. عفوا حياكم الله. نعم. ام مريم. ام ليث تفضل. ام ليث حياكم الله. السلام عليكم. مرحبا شيخنا. عليك السلام ورحمة الله. مرحبا. أريد أسأل سؤال شيخنا. نعم. أهلي من البيوت اللي نزل بها الحشد يعني. نعم. بعد بها الحشد أي فغراضهم كلها يعني شالها الحشد وطلع من عندها فمن راحوا أهلي لقوا فراش بالبيت. نعم. الفراش ما يعرفونه من أي جهة يعني ورجع الحشد هم أخذ البيوت وطلعهم وبقى الفراش هسه يمهم من تهجروا الفراش وياهم. نعم. فشنو الحكم في هذه المسألة؟ الفراش قليل ذو قيمة يعني الفراش شنو تقصدين؟ لا 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 ما له قيمة يعني يعني فراش مال البيت عادي بطانيات مخاد. نعم. سمعيني أختي اسمعيني زين يعني ما يعني أنتم إن شاء الله بالسلامة إذا رجعتوا لدياركم ولبيتكم ماشي؟ إن شاء الله. أنتوا استعملوا هذا الفراش استعملوا ما في مشكلة. أي. من ترجعون تسألون الجوارين منو ضايع له كان فراش منو نقص عنده بيته فراش تعددون الشغلات اللي هو موجود عندكم اللي لقيتوا من الجيران أحد تنطون الفراش إذا موجود باقي عندكم ماشي؟ أي. إذا ظليتوا تسألون الجيران وما حد قال ضايع عنا فراش فبقيمة الفراش قدروا بمبلغ بسيط جدا وتتصدقون بهذا المبلغ إن شاء الله. ما شكرا. واضح يا أختي؟ إن شاء الله. الله يحفظكم ويسلمكم. أخي قيس تفضل. شلونك سيدنا المنور الله. حياك الله سيد الفاضل مرحبا. الله يسلمك شيخ شلونك شلونك. الحمد لله بخير. يمكن شيخ السلام. أي نعم ممكن. أنا منتسب أكثر بالمسلم. نعم. وجاي يلقى دواعش، هل يلقى السؤال جائز قتل دواعش لو مو جائز؟ جائز قتل نعم، أجاوبك أخي، تسمع الجواب من عندي. تمام شيخ، خلاص. معي اتصال؟ نعم. معي متصل؟ ما في متصل، نعم. إذن إخواني يعني إذا اليوم الفقه الإسلامي والإسلام بأحكامه وبفرعياته وبجزئياته وقبل ذلك كلياته إخواني يصلح لأن يطبق في البيوت تطبيقا عمليا. الإسلام إخواني إذا طبق تطبيق معتدلا تطبيقا لا إفراط ولا تفريط فيه لا تطرف ولا غلو فيه المجتمعات تهنأ والله يا أخواني. ولكن هناك خلل في تطبيق الإسلام العملي. مشكلتنا اليوم الإسلام فردي الإسلام عبادي فقط يا أخواني. نرى المساجد ملئت بالشباب وبالكبار وبالصغار، نرى حلق العلم ما شاء الله كلها نشاطات فردية وتعبدية، ولكن المشكلة في التطبيق العمل. تطبيق الإسلام على النفس ثقيل جدا مع الأسف، تراه يتكلم بالوعظ والإرشاد ولكن إذا تصادم ينتزع الخلق الإسلامي منه مع الأسف، وهذه مشكلة عندنا في التطبيق. نعم من معي؟ أخي صباح تفضل. حياكم الله. السلام عليكم شيخ الشارع. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. ألف رحمة على مهديك وألف رحمة على كسر رضاك على هذا الكلام الطيب الجميل. الله يحفظك ويسلمك. أهلا أخي صباح. إحنا طبعا إحنا بقرية ضلوعية ما شاء الله. الله ضلوعية ما شاء الله. إيه والله من متحرك وقت الصلاة مالك مجال طب تصلي ليش؟ مالك مجال من قد نور الناس تروح تصلي بالجامع. آه تمام ما شاء الله زين حلو. إيه وبركة من اليوم سمعت خطبة حكي على التصالح على التسامح أبد ما سمعت يعني يمي أنا بالضروعية مش راح تصالح الضحك على الملا يصعد على المنبر يعني اليوم مليان خطبة يقول يا بالتسامح عفى الله عن ما سلف الناس تصفق قلوبها الناس كثير الناس يقول لا تتسامح ليش؟ أنا ما سمعت يوم
لا ليش أنا أختلف يمكن معك، عكس أنا أرى أهدأ منطقة متسامحة ومتصالحة الآن الضلوعية والبركة بأهلها وخطباها يعني. أنا حاجك بالمريض، بحاجيك في مشروع على الصالح. نعم. إيه أنا على قرية المشروع أول قبائل في الشكاء، يعني المفروض المنبر اللي يصعد على المنبر يحكي بالتسامح بالتالف بالخوف. العاد شو يحكي الخطيب ايش يحكي؟ استاذ صباح ايش يحكي الخطيب؟ ايش يقول؟ والله قلت لك ما سمعت يوم انتهى حكي بهذه المواضيع. خو مو يوميه الخطيب هم معذره، خو مو كل جمعه يتكلم على الصلح والتسامح. اي هم مو كل جمعه. مو جمعه وجمعتين. اذا وين تي توصل؟ تريد من الخطباء في الضلوعيه يتكلمون عن التصالح والتسامح هكذا؟ صار والله هم البعض يسمعنا ويتابعنا، واني الضلوعيه ما اعرف قلبيا اميل لها جدا يعني حقيقه لها وناسها يعني، فاني ظني كبير بهذه المنطقه وبخطباها يعني واخواننا هم اي فيعني فيها الخير الكثير والله هذه المنطقه وكل مناطقنا ان شاء الله، وصوتك ان شاء الله يصل يعني. انا متاكد الخطباء اعذرهم المسائل الاستاذ صباح المشاكل كثيره خصوصا في الساحه العراقيه ومناطقنا، فتلقي يوميه همك مشكله ويتكلم عنها ويعلق عليها ويطيلها مخارج، يعني باذن الله يسمعون صوتك ويتكلمون عن التسامح والتصالح ان شاء الله. نعم. اذا اخواني نحن اليوم نحتاج من الفقه الاسلامي من الاسلام أن يطبق تطبيق لا جمود فيه ولا انبطاح فيه ولا نستخدم الحداثة التي تضيع النصوص. أنا لست مع الحداثة التي تضيع النصوص، أنا مع الحداثة بفلك النصوص تدور حول النص، النص أقصد القرآن السنة إجماع العلماء قول العلماء ما ذهب إليه العلماء بالأخص المذاهب الأربعة، ماشي إخواني؟ في بالوقت نفسه إخوان اليوم الإسلام يا إخواني دا يعرض عرض مع الأسف عرض غير لائق من قبل بعض الأدعياء، وأنتوا دا تشوفون أمام أعينكم الإسلام يعرض إما بالقتل، الإسلام يعرض تهجير، الإسلام يعرض تهديم بيوت وتهديم مساجد والجثة تشد بالحبل ويجروها، والبارحة نشوف تصوير يشقون صدر واحد مسلم يا أخوان سني ولا شيعي، هذا مسلم يشقون صدره ويطلعون قلبه ويتباهى بطلع، وين عايشين احنا؟ مو الغرب قام يضحك علينا يا أخواني، يا سنة يا شيعة انت تقتل أخوك لأن هذا سني؟ وإذا سني شنو مصيبته يعني؟ شنو اللي كفر اللي كفره حتى تشق صدره وطلع قلبه والآخر يطلع يعني أمعاءه ويطلع، وانت كذلك يا سني تذبح الشيعي على أي أساس؟ انت من نصبك خليفة على الناس وتذبح بكيفك وتطلع من الملة بكيفك؟ من نصبكم على الناس؟ انت أبو لحية من نصبك على الناس؟ انت يا داعش يا ماعش انت يا سني ويا شيعي من نصبك على الناس تكفر فلان وتكفر فلان؟ هناك رب يفصل بهذه الأمور يوم القيامة إخواني، أنت ما عليك سلطة على الناس إلا الإرشاد والنصح بالتي هي أحسن. الدين دين الله يا أخواني، ما أمرنا بالسيوف، أمرنا بالهداية، أمرنا بالقرآن، أمرنا بالتي هي أحسن. وبنفس الوقت أنا ما أدعو إلى الانبطاح وإلى الخذلان لا أخواني، ولهذا يا أخوان الإسلام اليوم من بعض أدعيائه يعرض بدعوة قتالية، ولم يعرض الإسلام إلى هذه اللحظة بطريقة إنسانية. الإسلام إنساني يا أخواني يخاطب البشرية جمعاء، الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وما بعثت إلا رحمة للعالمين، العالمين يا أخواني مو للمسلمين مو للسنة مو للشيعة فقط، لكل البشرية اليهود النصارى والأقليات ولمن لا دين له ولكل الأقليات، تعالوا تعرفوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الرحمة، هذا نبي إنسانية. أنا لا أقول هذا الكلام لأنه إعلام، لا أخواني
هذا فعلا منهجنا وهذا ديدننا، تعلمناه من مشايخنا، نخاف من الدم. إخواني نخاف من الدم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوم على جبينه آيس من رحمة الله. آيس من رحمة الله يا أخوان. اتقوا الله يا بعض الخطباء، اتقوا الله يا من تروجون اليوم بالإعلام على القتل والذبح من الطرفين سنة وشيعة. فلا السني ضعيف حتى أنت يا شيعي الأفندي تيجي تقتله. السنة مو ضعاف في العراق، السنة مو ضعاف، لا تظنوا أنهم ضعاف. عندما تقتله وتشق صدره وتطلع قلبه هذا فعل مو فعل بشر. هذا يدل على نتانة المذهب ونتانة الأوامر. فيا أخواني الشيعة أنتم عقلاء، فيكم العقلاء، وأنتم السنة فيكم عقلاء. وكذلك الشيعة ليسوا ضعافا في هذا البلد حتى يأتي السنة ويدخلون على محافظات يقتلون بهم. ما في هذه حياة غابات مال الحيوانات. عفوا، أين الإسلام؟ أين سماحة الإسلام؟ أين مقاصد الإسلام؟ أين الضروريات الخمسة؟ وين راحت هذه؟ النفس والمال والعرض يعني ما أفهم آني لماذا هكذا يا أخواني؟ ليش الغرب يضحك علينا؟ ليش الغرب يضحك علينا يا أخوان؟ ليش هذه الهمجية في القتل من السنة والشيعة؟ وأنا لا أقول الشيعة عوام الناس والبسطاء، لا، بل أقول من يحملون السلاح ويدعون أنه يدافعون عن الشيعة أنفسهم. يا أخواني الله يرضى عنكم، الدماء الدماء الدماء، لا يجوز لأحد أن يحلل دم الآخر. يا أخي تجاوز علي، اغتابني، اتهمني بهتان اللي هو، ولكن أخي لا تصل إلى الدم، لا تحلل دمي، وأنا كذلك ما يجوز لي أحلل دمك. وعليه أخي نحن فهمنا الإسلام مع الأسف، وعرضنا الإسلام عرض قتالي للناس، وما عرضنا الإسلام عرضا إنسانيا. يا أخوان يا سنة يا شيعة، لو جاء إنسان مو مسلم وراد أن يتعرف على الإنسان على الإسلام ودخل اليوتيوب وراد يكتب كتب الإسلام، إخوان راح تطلع له بلاوي، تطلع له ذبح، قتل، ناس تفتشي، تهجير، هدم مساجد، هدم بيوت، حرق بيوت، تجاوز على نساء، ذبح أطفال. هو هذا الإسلام؟ يقول أنا أبقى على لا دينيتي، أخير ما أدخل إلى دين كل ذبح. نعم معي متصل. هلو. أم أحمد تفضلي. أهلا وسهلا. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخنا، عندي سؤال. أي نعم. عندي صديقتي هي صف سادس ابتدائي. نعم. فجابوا لها شهادة ثالث متوسط يعني تزوير، وتوظفت بيها وتقبض راتب. الحلال حرام هذا مو صحيح أختي، ما يجوز. يعني إحنا هي. لازم نتعلم أنه مؤسسات الدولة تبقى تحترم، يعني لا تنتهك بهذه الطريقة. فهذا تصرفها خاطئ، والآن جابوا له الشهادة وأخذت حصة إنسان ذو شهادة، يعني زين، فهذا ما يجوز، حرام هذا التصرف أبدا، ما يجوز. شكرا. أهلا وسهلا أختي أم أحمد. صباح أخي. صباح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا العزيز؟ حبيبي أهلا مرحبا أخي صباح، مرحبا. الله يحفظك إن شاء الله. شيخ أنا مهجر. نعم الله يعينك يا ربي. الله يسلمك. الله يبارك فيك إن شاء الله. بس اشتغلت بشركة. نعم. أي نعم. نعم. ستة شهور ولا نعطينا الأجر. نعم. ستة شهور ولا نعطينا الأجر مالنا. ستة أشهر ما أخذ راتب؟ أنت تبكي أخي حبيبي صباح، الله يرضى عنك، إحنا قلبنا خلصان والله، الله يرضى عنك. منين صباح مهجر أنت؟ الله عينك يا أخي والله.
لا لا خلو خلو يبكي خليه يرتاح خليه يرتاح خلو. بس كيف ما بنسلك الدعاء رجل صالح ادعيني عسى الله سبحانه وتعالى يبقى زرع احنا وردتنا يا ربي يفتح عليك ويوفقك ويا ربي يحفظك وترجعون الى الديار. صباح اذيت قلبنا والله يا اخي، بس قل لي شو الموضوع؟ وقت من الشركه وست شهور ما يعطيهم رواتب بدون الباب في الدوله يعني. ليش؟ ليش ما ينطيكم راتب؟ والله انا كردستان ضعفاء لا حول ولا قوه. كردستان قاعد في كردستان. اخي ما ممكن تشتكي، ما ممكن تحكي، ما ممكن تسولف. ما حد يشتكي، ما حد هكذا خاوة عنوة ما ينطوكم الرواتب ست اشهر لين عرب مهاجرين؟ ست اشهر. بس يقول لك الدعاوى اخي تبقى على الخط، خذ رقمي، خذ رقمي على الخاص، ابقى على الخط. الايام ودول اخي، الله كريم ان شاء الله. ماشي. ما اعرف اين سيدنا عمر؟ وين عمر بن عبد العزيز؟ وين من كانت غيرتهم على الدين، على الناس، على الفقراء، على المحتاجين؟ يا اخواني ما تشوفون هذا الظلم ليش دا ينزل علينا وهذا البلاء من وراء هيك مظالم يعني؟ واذا مهجر شنو يعني مهجر؟ واذا نازح من غير ديار جار؟ هذا اليوم منكسر، هذا باكر قوي وهذا كان قوي البارحة. زين، فالأيام ودول، إياك أن تتشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. إياكم يا أخواني من العرب ومن الكرد ومن غير الشيعة ومن السنة، اليوم هذا منحني باكر يقف، ومن يقف باكر عقبة أنت تنحني ويمكن تحتاجه يعني. فهذه المظالم يا أخواني تمنع الرحمة علينا. يا أيها العراقيون، شجع هذا البلد، شنو الموضوع يعني؟ يعني ولهذا نبحث نحن لماذا هذه النكبات على هذا البلد؟ ليش هالأزمات هذه؟ ليش هذا البلاء اللي ينزل والجراح اللي تنزل على أبناء هذا البلد من وراء هيك مظالم يعني؟ نعم، معي متصل؟ أبو مروان تفضل. السلام عليكم. أم مروان عفوا تفضل، أهلا وسهلا، مرحبا. أنك شيخني؟ الحمد لله بخير، خير الحمد لله. تفضل يا أختي. عندي سؤال. تفضل يا أختي. نعم. شيخنا أنا عندي 3 أطفال. نعم. عندي 3 أطفال. نعم. صار لي 6 سنين سامان يعني ما خلت. زوجي يعني مرتبط يعني على أطفالي هاي، 5 بنات. يعني خلفه ما عندكم بسبب لو انتم متقصدين ما تسوون؟ انا يعني ما دخلت يعني وزوجي مدين. يعني هو موضوع اختي ام مروان، موضوع عندنا تحديد النسل عندنا وتنظيم النسل. تنظيم النسل ما في مشكله، انه تنظمون النسل انت والزوج تتفقون، يعني يجب ان يكون اتفاق بين الطرفين. علي خلاص تتفقون يعني لا شيء. لا لا اذا يعني يا أختي إذا كان القصد حتى تحافظين على تربية هؤلاء وسيطرين على تربيتهم وحتى تنضجيهم أكثر فما في مشكلة أبدا، يعني نسميه تنظيم النسل. أما تحديد النسل من غير رضا الزوج ما يجوز. والهاي جاب صعبة علي يعني وصري الأخير يعني وخايفة أشيل زوجي مدة على أطفال. هو مو تقولين أنا زوجي ما يقول لي على أطفال ما يريد؟ ما قال لي بس مدة يعني. عموما أختي كلامي واضح، تتفقين مع الزوج على تنظيم النسل فماكو مشكلة إذا اتفقتوا، لو سنوات ظليتوا بدون إنجاب ما في مشكلة. نعم. أحمد تفضل. أخي أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا فاضل صوتك. الحمد لله بخير، الله يحفظك. شيخنا ليش تحدثون دائما بصوت طائفي؟ نعم. ليش انتم حاسه
الاعلام والناس يشاهدها، هي تتحدث دائما بصوت الطائفيه. انت لما تقول قبل قليل تقول الشيعي يقتل السني والسني يقتل الشيعي، لولا لا تحسبهم على السنه ولا تحسبهم على الشيعه. تمام. لولا ما يمثلوا اللي يقتل السني لا يمثل مذهب الشيعه اصلا، واللي يقتل السني لما يقتل الشيعي ما يمثل السنه الطائفيه، لولا ما محسوبين لا على السنه ولا على الشيعه. انا ارجو ان اتفرغ، لا تقول انت هذا لما يقتل الشيعي تحسب على المذهب الشيعي، الشيعي دنيا من الشمالي والسني كذلك. تمام. ارجو من عندك أن تفهم. جزاك الله خير، يعني وجهة نظر مقبولة. جزاك الله خير، وجهة نظر مقبولة. السيد الثاني الله يحفظه قال لا تقول السني أخوه، قل أن السنة أنفسنا. تمام. أنا هذا اللي يقتل ما محسوب على الشيعة. أريد منك أن توظف الكلام في معناه. تمام، انتهيت أخي. جزاك الله خير، بارك الله بك، جزاك الله خير. أنا كذلك أني أثني على كلامك أخي، وكلامك وجهة نظر مقبولة. بنفس الوقت نحن نطالب المرجعيات، مرجعياتكم، أن تقول لا يجوز بالنص، لا يجوز استباحة دماء أهل السنة في الأنبار والموصل وصلاح الدين وديالة، بالنص أريد، لا يجوز، ولا يجوز هدم بيوتهم، ولا يجوز حرق مساجدهم، ولا يجوز قتل أطفالهم وشيوخهم واستباحة النساء. أريد بالنص. ليش؟ لأنه بعض الميليشيات أخي تلبس العمامة التي تقول أنا شيعي، وبعض الدواعش كذلك يلبسون العمامة التي يقولون نحن سنة. فعلماؤنا السنة تبروا من داعش علناً، تبروا من داعش، قالوا داعش لا يمثلنا، وداعش ليست بالمسلم، ليسوا بمسلمين، وداعش فكر تخريبي هدام، وفكر لا يعرف إلا الدماء والقتل. قولوا أنتم هذا القول، قولوا الميليشيات والجهة الفلانية والكتيبة الفلانية التي تحرق المساجد وتهدم البيوت وتقتل الشيوخ لا تمثلنا، وما يحدث في جنوب بغداد لا يمثلنا، وما يحدث في حزام بغداد لا يمثلنا. فتمام، تكون كفة متعادلة. الله يجزيك خير. نعم، من معي؟ متصل معي أبو مصطفى، تفضل. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو مصطفى، مرحبا. شيخنا حديثك حلو، وكل العام جالس تفتحله، ويعني إنسان سبيل، بس اللي الظلم اللي وقع على اهل السنه والجماعه من قبل زمر داعش ومن قبل الميليشيات، يعني كل تاريخ البشريه تقاري كتب ودارسين ماكو هيك ظلم، قطع النازحين بالوقت الحاضر. يعني النازح او احنا الثلاثين نسلم عن بيت الكركو، فهسه حتى يطلعونا من ديننا. يعني هذول الاساس يوميه دابين ماخذين مسلسلات يوميه، اكو بيهم يطورهم فلوس ويشدونها. يعني انت بتحكي على الاسلام، على الاسلام، والله الاسلام هذه يعني منها شو فيه اسم الاسلام؟ اكو ماكو اسلام. يعني السنه انظلموا من داعش، هسه انظلموا كنازحين من القوات المتنفذه باي منطقه كان نازل. يعني ما صوره حال شلون؟ والله يعني ما ماشي. جزاك الله خير على المداخله ابو مصطفى، الله يحفظك ويسلمك. اي والله، وهسه مبزين النازحين قد مره مبزينهم. جزاك الله خير على المداخله ابو، يعني احنا ما ننسى اخواننا الكرد اخي، استقبلونا، ربما حدثت يعني حدث هنا وهناك، هذا لا يضر يعني، اما بصوره عامه اخواننا الكرد استقبلونا، وتاريخيا سيثبت لهم هذا الأمر بالإيجابية أنهم استقبلوا إخوانهم النازحين في ديارهم. وأما المعاملات الأمنية، هذه إجراءات أمنية ضرورية جدا، حفاظ عليك وعلي وعلى فلان، عكس أنا أرى هذا الأمر لا بأس به. وعموما يعني جزاك الله خير أبو مصطفى على هذه المداخلة الطيبة يعني. نعم، أخ حارث تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. حياك الله، شلونك شيخ العزيز؟ الحمد لله بخير حارث، حياك الله. حبيب الغالي. أنا والله شيخي العزيز، أنا طبعا صار لي يعني خمس سنين صار يعني مخرج بالمعهد، خمس سنين يعني بغير ما متحيز، فحاضرت يعني حاضرت لي سنين بالمدرسة، ونفس الشيء يعني احنا اريد اوصل صوتي اليك والمسؤولين الكبار يعني اي، فحتى يعني حتى زواجي حتى ما اقدر يعني ارسلها من قول تزوج يعني زوجي الشباب يعني ما دافهم يعني صار لك خمس سنوات متخرج أخي حارث، صار لك خمس سنوات متخرج وما متعين؟ أي والله صار لي خمس سنوات شو اسمه متخرج وما متعين. الله عينك والله يا أخي. شنو تخصصك حارث؟ شنو تخصصك؟ تخصص الرياضيات. ما شاء الله، يلا الله يفتح عليك ويسر لك. والله أخي هذه مشكلة شبابنا العراقيين، النساء البنات وال موضوع التعيين، والله يعينك يعني هذه مصيبة فعلا في العراق يعني. الله يحفظك ويا رب يسمعوك أصحاب الضمير الحي، يسمعوك إن شاء الله. إن شاء الله. والله إحنا قلنا بلك إن شاء الله صفاتنا لكم صفاتنا للكبار. يلا الله يسر، الله يسر يا ربي، الله يسر. وصل للمسؤولين، إحنا ما نفيدك والله يعني، يا ربي يوصل هذا الصوت لهم يعني. نعم، من معي؟ نعم حياكم الله. يوسف، أخي يوسف تفضل. تفضل اخي يوسف. حبيبي جزاك الله شيخنا العزيز. نعم حياك الله شيخنا العزيز، وياكم زينين الحمد لله. حبيب قلبي، احنا جبت انت تسولف على السنه والشيعه، والله جوارينا السنه بس هم ازيد من ارواحنا، ازيد من اهلنا. عفيه عفيه، احنا لا شيء نسويه. عفيه، ترى التفرق خاصه صار من ناحيه السياسيين، هذا اللي ولاء لايران وهذا الولاء للسعوديه وهذا ولاء ما اعرف وين لامريكا غير. فانتم حاولوا تسمون هاي الامور كلها، لا تخلون بيناتنا تفرقه. هي عفيه، هذا اللي نريده والله. عفيه يا يوسف، لا تخلون بيناتنا تفرقه والله بالقران. يعني احنا بالعمارة وهم سنديسيه العماره، يعني من ابجد بالعماره بيت حجي خالد محسام الراعي. والله أعرف أكو عوائل سنية طيبة ومتعايشة مع الشيعة وطبيعي. لا نرجو منك يعني هذا الحكي تقللون منه، يعني هذا نسوي بيناتنا تفرقة. صار يعني هسه حكي والله العظيم تقللون يعني تفرقة. فأنتم لا تنسون نفسكم، أنتم عشائرنا وأخوتنا وبيناتنا النخبة والخالة وابنخته. والله والنعم الحكي يهزنا. والله والنعم، نتمنى هذا الكلام يكون واقع إن شاء الله يا ربي، وعلى أرض الواقع نلتمسه. بارك الله بيك أخي يوسف، الله يحفظك يا ربي. إحنا مواني مشكلتي ما أريد أتطرق إلى هذه المواضيع يا أخواني، عندما تطرق هذه المواضيع تكون اتصالات، فالحلقة أتمنى أن تبقى حلقة إفتائية خالصة، لأن هذا الموضوع أكل منه أكل الدهر وشرب منه حقيقة، وله ناس اختصاص. أنا لست اختصاص تحليلات سياسية أو يعني مسائل يعني إيش نسميها المشاكل الموجودة، أنا لا أفهم بشيء أبدا، أفهم تسألني أجاوبك، سميني بعالم آخر، سميني تسميات أخرى ما عندي مشكلة، فتسألني سؤال فقهي بما أستطيع أجاوبك أو أرجع لشيوخي في الجواب يعني. حياكم الله. نعم معي متصل أبو زياد تفضل. تفضل أخي حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخ؟ الحمد لله بخير. شيخ أنا عندي سؤال خارج البرنامج، أنا جاي. سؤال خارج البرنامج؟ إي والله. يعني شنو هسه لو خارج البرنامج والله. إي ماشي، تبقى أخذ رقمي الخاص. إي والله خارج البرنامج. والله هسه بيها مجال هسه؟ اي تفضل تفضل. اهلا وياك. تفضل اخي ابو زياد تفضل. والله لا بيها مو بس خاصه لي هي الشغله. اي ماشي يلا تفضل. شيخ اني شنت مريض قبل فتره. نعم. شيخ. اي نعم. شلونك يعني شلون امورك؟ يعني شيخ اني شنت مريض قبل فتره، صار لي فتره طويله مريض. نعم. بالضبط تلقاه سنتين ونص. نعم. سنتين ونص قاعد بالقاع.
نعم. ف بالليل نزلت مثل البقره 12 يوم بالسنه اعطوهم. زين. انت لو تسمعني من الهاتف، بس من الهاتف تسمعني يا ابو زياد، عوف التلفزيون، اسمعني من التليفون مباشره. اي والله راح نصيح اي نصيح من اول، واسمعني حتى اني افهمك يعني، وما ياخذ من وقت البرنامج. اي نعم اي كمل صوتك ناسي ما اسمعك. اني اسمعك زين، انت كمل سؤالك، استرسل الكلام. نعم. فصمت اول سنه صمت. نعم. وبعد كل ممكن نفس هو يكون نفس. الو وياك اخي، والله وياك ابو زياد. بس اول سنه والبقيه ما اقدر اصوم، والله انا صوم وشو انا صوم، عرفت صوم وياك. اي 12 يوم صار صعبات علي، ما اقدر اصوم، ما اقدر اصوم برمضان 12 يوم برمضان. لا لا بالسنه على نذر، على نذر الوجه الله من عذر الظاهر. اه نذر، اي 12 يوم وما قدرت تصوم. اي تمام زين. هسه صعبات علي ما اقدر ادبرها. زين. انت فيها رجال. انت شنو مرضك؟ مرضك مستعصي ما تصير زين من عنده، شنو مرضك؟ مرضي ضغط على النخاع الشوكي، ضغط على النخاع الشوكي وفقرات، ما اقدر اقوم نفسي. اي يعني قصدي يعني بعد ما تقدر تصوم خلاص؟ قصدي يعني ممكن بعد شهرين. شوال وعرفات الصوم الحمد لله. ابو زياد بس اسمعني ابو زياد، لان ما عندي امكانيه اصوم. ابو زياد اسمعني، تسمعني خلي اجاوبك. ابو زياد اذا كان المرض مالتك مو مرض دائمي هذا بحث اخر، يعني اذا مرضك مو مرض دائمي تنتظر عفوا شهر شهرين ثلاثه ست اشهر الى ان يصير زين وتصومهن ال 12 يوم، والصوم المتفرقات ماكو مشكلة، كل أسبوع يوم تصوم. إذا كان مرضك مرض مستعصي ومرض ما لا يرجى برؤه، مرض يعني ما يصير زين خلاص يعني إلا قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا هم موضوع آخر. هو معي أبو زياد؟ انقطع الاتصال مع أبو زياد. تمام. نعم أبو فاطمة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون الشيخ العزيز؟ شلون صحتك؟ الحمد لله بخير، ربي يحفظك ويسلمك. الله يبارك فيك السعودي. شيخ والله عندي سؤال إذا بسيط، رحمة الله على والديك. إي نعم. تحلف مثلا اليمين تقول مثلا للزوجة بالحرام 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 ما تطلعي إلى الباب وأنا ما أدري بيش. زين. ايش تقصد بالحرام؟ شنو بالحرام؟ ايش تقصد؟ يمين لو هي حرام عليك لو طلاق، ايش تقصد؟ لا هو كلمة حرام يعني والله ما كلمة حرام بالحرام ما تروحين، وإذا خليها هي تطلع بغير شاء الله، خير تروح مثلا. ماشي أقصد أنت من قلت بالحرام، ايش تقصد بها؟ قسم؟ يعني هذا لو طلاق لو شنو؟ إيه لا قسم قسم يعني بالحرام بالحرام ما تطلعين. زين أنت تدري ما تروحين لشان مكان. أنت تدري القسم لا يجوز إلا بأسماء الله تعالى أو بالله تعالى؟ أو بالقرآن؟ مو تعرف؟ نعم. حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، والله بالله تالله مو تعرف؟ زين والحرام شنو هذا كلمة حرام؟ نعم. يعني عموما أول شيء أنت تستغفر الله سبحانه وتعالى على هاي اللفظة لأنه هذه مو قسم. ماشي؟ نعم. ويعني إذا تريد أنه فقط تستغفر الله سبحانه وتعالى ولا تعود لمثل هذا القسم، الله يخليك يا أخونا أبو فاطمة، هذا مو قسم ولا يترتب عليه أي حكم شرعي إلا لا سامح الله، حتى ينتبهون أغلب الرجال والأزواج، هذا القسم إذا كان ينوي به الطلاق بعض العلماء يوقعون هذا الطلاق، إذا كان ينوي بالحرام أنه أنت حرام علي ومطلقة فيعتبروه هذه طلقة، فالقسم هذا خطر جدا، لا تقترب إليه أبدا، وما عليك إلا أن تستغفر الله تعالى لأنك أقسمت بغير الله تعالى. الله يبارك فيك ويسلمك ويشفع عليك ويحفظك إن شاء الله. الله يبارك فيك ويسلمك عيني. وهالله هالله بالمرأة ما تطلع باب البيت، ليش خطية ما تطلع باب البيت؟ عموما يعني الله يحفظك ويسلمك.
نعم. أبو اتصال معي اتصال. أخي محمود تفضل. مرحبا من كركوك، حياكم الله. مرحبا، عليك السلام ورحمة الله. الله يسلمك يا شيخ. ما حكم الصلاة مع الزوج جماعة؟ إيه نعم جائز، ولكن بهيئاتها المختلفة. الزوجة تقف خلف الزوج، جائز جدا ويجوز وفيها سنة. تقف مباشرة وراء الزوج، يعني مو بالضرورة مثل الزوج هنا يقف، هي تقف مباشرة، المهم هي تقف خلف الزوج هنا أو هنا أو هنا، المهم تصلي خلف الزوج لا جنبه، يعني مو جنبه، يعني وراء مباشرة، تقريبا حدود أو شبر أو يعني متر، تترك ذراع أو متر بقدر السجود هي وراء تصلي، يعني حتى لو وحدها يعني ماكو مشكلة أبدا. نعم معي متصل، حياكم الله. تفضل امرأة أسيل، تفضل أسيل. تفضل يا أختي أسيل. مرحبا. السلام عليكم، شلونك شيخ؟ عليكم السلام، مرحبا. أهلا وسهلا. شيخ عندي سؤال. نعم تفضلي. أنا متزوجة من ابن خالي. نعم. شيخ عندي تسمعني؟ نعم. جتي أمه سوت لي مشكلة، يعني مشكلة بين ابنها وبين أخوتي. نعم. أخوتي سحبوني من البيت طبعا. زين. هذا ورا الزفاف مالتي، وصار ثاني يوم سووا قاعدة عمامي وخلوا زوجي يطلقني، طبعا يعني قوة يطلقني إجباري، وطلقني تقريبا ورا 20 يوم 25 يوم، رجع طلع فتوى ورجعني. زين. فما أدري يعني بعدني على بنتي لو لا، يعني حابة يعني. وأنا هسه أختي يعني أني ما راح أذكر أنه مكره طلق أو لا، وما أعرف التفاصيل، بس عموما أكيد هو من تقولين راح للمفتي ورجعه، أكيد ذاك المفتي استمع من زوجك، لأن أنا ما استمع منك، لازم استمع من الزوج شنو الألفاظ اللي قالها، شنو طريقة الإكراه اللي جبروه به أنه يطلق، حتى ربما مخارج هذه. نعم. قال لك تعال الا تطلقها هيك من الايمان، ما تطلع من القعده الا تطلق. زين، راح المفتي، المفتي رجعه؟ المفتي رجع طلع له فتوى، ورجع طلع فتوى من جامع ابي حنيفه ببغداد. تمام، هاي خلاص، هاي تمام. اذا اخذ فتوى من جامع ابي حنيفه النعمان رحمه الله، فاكيد هناك الجامع لا يخلو من علماء، فخلاص انت ليش تسالين بعد ما دام رجعكم المفتي؟ خلاص مو شنو اخوتي من قبل وبي، فيعني تراجعني بدون علم اخوتي. يعني هسه انت رجعتي للزوج؟ نهائيا. انت رجعتي للزوج؟ انا رجعت له، ايه بارادتي انا رجعت له، لان انا ما اريد يعني انفصل عنه. أيوه. فهم ما يقبلون. واخوتي زعلوا عنك؟ اصلا ما يدرون بي، يعني يجي ويروح علي. ما دافهم شلون يعني، انت شنو بيت الزوجيه الان بيت زوجك؟ لا انا بيت اختي، احنا صار لنا يعني 10 سنوات. يعني ما يعرفون. عموما اختي اذا المفتي رجعكم اكيد انتم زواجكم صحيح ورجوعكم صحيح وخلوتكم صحيحه، خلاص. بس لكن انتم شنو الموضوع؟ تحتاجون ان تلملمون الموضوع عن طريق العقلاء، من قرايبك العقلاء ومن قرايب العقلاء يجتمعون حتى ترجعون، يعني موضوعك هكذا الحل مالته. والله ما خلى يعني احد ما جابه، او ما اخويا يعني رافض قط، يعني حتى ما يريد يشوفه. يعني عموما الله يعينك، انت الان بين ضغط اخوتك، يمكن ضغط لا عقلاني هذا، وبين أيوة انه زوجك بعيد وانت تردين يلم الشمل، وهذه ما في شيء يعني. مشكله مو يا زوجي، المشكله ويا امهم واخوتي، يعني انا ولا زوجي اندم. يعني صاركم مش قد متزوجين اختي؟ صار ايش قد متزوجين؟ عندكم اطفال؟ صار ايش قد متزوجين؟ لا ما عندنا اطفال، ما صار طفل. عموما اختي هذا الموضوع الحل مالك الاتي، العقلاء من طرفك يعني من قرايبك، والعقلاء من قرايب زوجك يجتمعون، انتم تدخلوا رتب انتم وزوجك. العفو الشيخ، حتى بتكلم المشكله اهلي يعني امامي هم يريدوا، يعني حتى اذا يريد يروح عليهم هم راح يرفضوا. ما بهم عاقل يعني انه يتقبل ويتكلم وياه؟ ادري شو مسوي لهم زوجك يعني؟ والله
ما اعرف يعني. على كل حال يعني انا على ذمته يعني لقائنا ما في شيء حرام. خلاص ما دام انت اخذتي من مفتي، يعني ما اعرف شنو تفاصيل المفتي نطاكم اياه، عموما على ذمته المفتي اذا اجاز لكم ان ترجعون خلاص على ذمه ذاك المفتي. نعم يلا رحم الله الله يحفظكم سلام. نعم نرجس اخر متصله. نعم تمام اختي تفضلي نرجس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ. الحمد لله الله يخليك شيخ. انا عندي موضوع اشوف رايك فيه يعني. تفضلي. شو اسمه اكو اختي يعني حالفه لبنت خالتي بس هم ما متزوجين حالفت له. شو مسويه؟ حالفت له قالت له لو انت لو ما اخذ فما صار النصيب لبنت خالتي صار النصيب لبن عمي. زين. أي. يعني تزوجت غير اللي حلفت له. تزوجت غير اللي حلفت له يعني تزوجت واحد اخر. لا هم بعد هم متزوجين يعني شلون اللي هو ابن خالتي. قالت له انا ما اخذ غيرك هو قال انا ما اخذ اخوتي جبران قال احنا ما نطلع ابن خالتي الا ابن عمي. زين. شلون طالع ابن عمي؟ شنو هالحياة هاي؟ عموما هي تزوجت هسه ابن عمتها او ابن عمها؟ ابن عمي تزوجته. وذاك المسكين الاول اللي حلفت له؟ لا هذاك بعد ما متزوج بس خاطب. المهم وذاك هم يروح بطريقه، هاي سوالف ادري بها، هذاك بطريقه وهاي بطريقه. هسه وين السؤال؟ هي حلفت قالت الا تزوجك انت؟ هي حلفت وهو حلف. ايش قال؟ قسم بالله؟ قالت انا ما اخذ غيرك. بس هيك؟ اجوا اخوتي قالوا دام احنا من نطلق خالص يا اختي بس سمعين اختي نرجس اختك اختك حلفت لو وعد قالت ما اتزوج غيرك وعد لو حلفت بالله لا حلفت يعني حلفت له يلا خلاص ما عليها كفاره يصير عليها بس يعني بعد موضوع يعني على يعني. الكفاره لو طعام 10 مساكين او كسوتهم او عتق رقبه او صيام 3 ايام تمام اختي نرجس يلا مخرج تمام صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أسأل الله تعالى القبول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.